ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. مهر الغالية غالي. هاي كيفك؟ ما باركتيلي؟ ما قلتلك؟ قلت لحالي ما بدي لبكك. حاكم عشت السبع دهور وقطعت السبع بحور وعبرت السبع حدود لحتى وصلت لهون. يا حزرك أنا وين؟ ما راح أقلك. حزري لحالك يا حرا عريشك. كيف عرفتي إني صرت بألمانيا؟ عن جد مو متراجع ذكائك بنوب عن قبل. أنا قلت لحالي الحرب والتشبيح المتنوع حواليك راح يخليكي بلا عقل. لا ما شاء الله يخزي العين، لساتك بكامل قواك العقلية. عن جد أنا بحسدك على هالقوة اللي جواتك حبيبتي. عفوا مو قصدي شي، كلمة وبتنقال. تعرفي لساتني سوري حتى لو صرت بألمانيا، لساتني بقول لأي وحدة حياتي وحبيبتي بشكل أوتوماتيكي. ما بعرف بس يمكن أنه لغتنا لغة محبة ما هيك. المهم هلأ مالك بالطويلة، أنا هلأ صرت تقريبا ألماني وحابب كمل نص ديني مع أني علماني. وبيني وبينك أنا معجب فيك كتير وحابب أطلب إيدك منك حياتي. آسف لأني قلت حياتي بس أحيانا في كلمات بتطلع مني غصبا عني وهذا سبب مغادرتي للبلد. لساني متبري مني يا قلبي، بقى شو رأيك بمشاعري تجاهك؟ إن شاء الله ما أكون فايت بطريق غلط وعم سبب إزعاج. عن جد بتحبيني؟ وحياة الذي مرقني من هنغاريا بدون بصمة فلشتيني، وحياة من أعطاني الجنسية عفوا الإقامة فاجأتيني. كتير غمرني حبك، ما بعرف ليش ذكرني بالبلم والنفرات وسترات النجاة. أنا ما عندي صبر ولا طاقة للانتظار، رح أخطبك من أهلك مع أني ما بحب العادات والتقاليد البالية، بس بعرف أنك محبوسة بقفص العائلة وبالتالي طلعتك برضا ولي أمرك صارت مهمتي. ما بدي حملك ذنب الخروج عن طوعن. شو المتقدم والمتأخر؟ المهر قصدك يا غالية؟ مهرك يا غالية غالي، مهرك لم شمل. نعم لم شمل، رح ابعت لك يا لعندك، هو متقدمك ومتأخرك. شلون؟ ما فهمت ليش بدنا نتخانق حبيبتي؟ ايه هون اذا تخانق انا ما في داعي تحردي لبيت اهلك. الحكومة هون امك وابوكي واخوكي، بتليفون واحد بيشحطوني لبرا البيت كرمالك يا قلبي. شلون؟ طلاق؟ طلاق شو بعيد عننا؟ يعني قصدك مثلا ايه كمان الحكومة هون ابوكي وامك واخوكي بيقلعوني برا البيت فورا كرمالك يا روحي. وشرطك الاولاد بيضلوا معك، ما بيطلع لي استخدمهم مشان اقهرك ولا بيطلع لي احرمك منهم مشان انتقم منك. لا هون يا قلبي انت ملكة، ملكة نفسك، مع اني برضاتي معينك ملكة على قلبي. بس مشان تطمني اكتر حبيبتي لازم تعرفي انه انا والحكومة الالمانية بنحبك. بتعرفي هنن أهلي كمان، يعني فيك تعتبري الحكومة بيت حماكي وماما ميركل حماتك عفوا أمك، اعتبريها مثل أمك وأعز. بقى شو قلتي؟ نقرأ الفاتحة على نية تقديم أوراق لم شملك بكرة؟ بوم بوم بوم. شو هالصوت حياتي؟ ما في شي، لا يكون لك فكر حبيبي. برميل نزل على البناية اللي جنبنا وشو رح تعملوا؟ ولا شي، رح نقرأ الفاتحة. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.